السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. فيديو اليوم ان شاء الله نبدا معكم، وانا راجعه من السفر، كنا مسافرين وهنايا صافي راجعين للدار ان شاء الله. خير، الحمد لله الحمد لله، وصلنا سبحان الله. الانسان ما تيرتاح حتى تيدخل لدارو. انتم شوفوا واحد الروينه تبعاني، غير انا كيف ما كنقول لكم دائما في السفر لا فاليز كيبقى فيها الحوايج نقيين، حوايج مستخيره درتهم في الساشيه كنعزلهم، جبتهم ديريكت حطيتهم في البلاصه فين غيتصبنوا، فين دايره الشبكه ديال الصابون. وهادو بقاو ليا هنايا قوت لي ساشي، حيت كنا ملي كنتقداو ما كنطلعوش داكشي معانا، كنخلوه في الطوموبيل. ملي جينا نهبطوا هادشي لقينا العرار مخشينا شي وسط شي، صافي جمعنا هادشي. صراحه ما تلاقيناش مع لي سولد نهائيا. دابا راه عارفين هاد لا بيريود ماشي ديال لي سولد. المهم خدينا غير الحوايج اللي بحال اغلبيه البلايص اللي مشينا اليوم اللي تقديت فيهم، ليفتيز، شي حاجه من زارا، اش ام، بيرشكا، وشي حوايج في ال سي واي كيكي. هادشي اللي تقديت. الناس اللي غيقولوا لي ال سي واي كيكي كاينه عندنا في اكادير وهذا، شوفوا نقول لكم البنات لا علاقه، حوايج اللي في ال سي واي كيكي مع ديال كازا. وغي كازا براسها ماكازا على ماكازا كتختلف الحوايج اللي في هاد الماكازا ما كتلقايهمش في هادو. المهم هاد الموضوع بلا ما نهضروا فيه تيضرنا في الخاطر الصراحه. صافي الدار اصلا انا خليتها مجموعه، كنت كاع خملت الزربيه راه جمعتها والله مازال كاع ما صيفطتها لافاج حتى الاثنين حتى الغدا ان شاء الله. نعيط عليهم يجيو يديروا لها الغماساج، حيت عرفتوني ديال الصالون ما كنصبناش في اي بلاصه. ايوا صافي، وبيت البنات مجموع. شوفوا البنات عاتي مع الدخله اصلا خليت الدار مجموعه وسديت شراج من كل شيء. نشعل الضو، عرفتوا واحد الريحه في الدار ملي حلينا الباب غزاله. نورمالمون الدار ملي كتكون مسدوده ملي كتجيو كتحلوها كتكون واحد ديفو، يا اما ما كتلقايش حتى شي ريحه، اما كتلقاي واحد الريحه شويه ديال الزمت. فهمتوا اش بغيت نوصل لكم؟ عرفتي ملي دخلنا ياك شفتوا هادو، ديما كنقول لكم لي ديفيزور وليت كنعمرهم انا بديك الريحه ديال البونبون ديال الكريمو. انا غنجبدها ونوريها لكم، دايره هنايا ودايره واحد ديفيزور اخر في الحمام ودايره في شوم اخت البنات. بالمناسبه واحد الفاز كان هنايا ذهبي، هذاك تهرس ليا، خصني نشوف باش نغوم بلاصتيه ضروري. المهم رجعوا، عرفتي ملي حليت الباب عرفتي تقولوا مسيقه الدار بها. انا اصلا كنجفف بها راه ديما تنقولها لكم، ولكن واحد الريحه غزاله في الدار. انا نجبدها ونوريها لكم. انتم ما معمره حتى في هذا الديفيزور هذا ديال بيت بناتي، شوفوا شحال بقى فيه، بقى فيه شويه طيحه فيه واحد الناموسه. وانتم العويده تريبانوا لكم فازقين، فازقين بها هي. عرفتي والله الا كتخلي الريحه زوينه. وفي الحمام انا نوريكم الديفيزور اللي دايره في الحمام، هي صغير هذا البنات. هذا كنت واخداه عند كوماسا، عرفتي الزبين هذا ديال لي فخويغوش. وفي السلاليه عمرته بهذيك البارفان اللي قلت لكم، مع العويدات كانوا شاربين ديك داك الليكيد ديال الديفيزور الاول الاحمر، ايوا داكشي علاش انتم شفتوا فاش عمرته بهذيك الاخرى، بحال داك الكولورون الاحمر اللي كان في العويده تطلق ليا في الديفيوزور. ولكن والله الا الريحه غزاله، ريحتها روعه بلاتي غير نجبدها البنات. ما عرفت كاع فين حطيتها. عرفتي البنات سالات ليا، عاد تفكرت كانت اخر وحده، كانت اخر قطيرات اللي بقاو فيها هي اللي كنت جففت بهم قبل ما نسافر، هي هادي. المهم عقلوا عليها ديال هاد الكريمو هذا، هذا جيل دوش ديالها. نورمالمون هي كتجي لومبالاج ديالها بحال الابيض بحال ترونسبارون، وفي هاد البونبون هذا الثمن ديالها داير شي 40 درهم. جيل دوش ديالها هذا كبير فيه 700 ايمال، كناخذو ب 28 درهم. انا دابا والله ما بقاتش كتخطيني البارفان ديال هذا، ما بقاتش كتخطيني في الدار نهائيا، غزاله ريحتها كتبقى. انا قلت لكم من بين الاستعمال ديالها انني كنجفف بها وكنعمرها في لي ديفيزور، ومره مره هكا كنرش بها الفراش، ولكن غالبا غير في الجفاف حيت الفراش ما كنبغيش نرشو بها. حتى الا رشيت شي معطر اخر ولا هذا ما يتخلطوش دوك الروائح، ما بغيتش الفراش كي كنقولوا يشرب ليا ديك الريحه. هذا علاش كنكتفي انني نجفف بها ولا نسيق. المهم فاش كنجفف التجفيفه الاخرى اللي كتكون ناشفه كنخوي منها هي شويه في الارض وكندوزها وكنخليها تشربها الارض. والله الا ريحتها غزاله. تكونوا متاكدين انه اللي دخل عندكم الباب الدار غيسولكم اشنو دايرين، اشنو من ريحه دايرين في الدار، لان ريحتها بصح كتبقى. نعست واحد الساعه ارتحيت شويه، من بعد نط لبست حوايجي حيت اليوم كان لانيفيرسير ديال ولد صاحبتي،
وانا اللي كيعتقني هو ميغا جوي، واخا صراحه صعيب تشري كادو ديال الدراري الصغار، ماشي بحال البنات كاين لو شوا. هانتوما البنات بالنسبه للميغا جوي نورمالمون راه كاينين في المسيره، كنت كنبارطاجيهم معكم ديما في المسيره. حاليا راه حلو في اساكا، اساكا راه قريبه للجاديه بحال قلت وحده فضيصه، غالبا كيجوني في الطريق هما عند من كنتقدى ديما. هانتوما الدوبل فو هذا راه هو المحل ديالهم، باينين معكم فين تشلاو. راه عندهم انستغرام اللي هو ميغا جوي، الصراحه اللي كيعجبني عندهم خصوصا لي جو دو سوسيتي هادشي ديال مونتيسوري، واللي كيلي زوين هو انهم كيجيبوا هكا الالعاب وهذا، وخصوصا هادشي ديال كونسونطراسيون هذا، وكيوروكم كل لعبه كيفاش كتلعب، كيعرفوكم عليها. كيحطوا بزاف في الانستغرام، انا هما اللي كنجي دائما كناخذ عندهم فيما تلفت، وحتى الاثمنه مزيانين. واحد القضيه ملي كتوليو كليان ديالهم راه ديما عندكم تخفيض ديال 20%، انا حاليا دائما كنستافد من واحد التخفيض ديال 20%. ايوا وصلنا لانيفرسير، كان في كافي امستردام، كافي ريستو، صراحه دوزنا سويعه زوينه، ضحكنا نشطنا، واخا العياد السفر واخا كلشي والله ما حسيتش به. ومن هنا كنقول لغاليلو جويوز انيفرسير، ان شاء الله نشوفه في اعلى المراتب يا رب. البنات انا دابا يلا لقيتوني دخلت من عيد ميلاد، غندوز نبارطاجي معكم حيت بزاف كطلبوا نبارطاجي معكم لي زاشا اللي درت. انا ديك الخطره في الصيف فاش كنت نيت صورت لكم فيديو من بعد الرجوع من السفر، وكنت كنقاد الحوايج اكثريه، قلتوا لي علاش ما بارطاجيتيش معنا، ولفنا كتبارطاجي معنا شحال من حاجه كنستافدوها، هذا علاش رجعت نبارطاجي معكم. المهم لي ساتيتي غنوري عليكم، هذه فيها اللانجري، ولكن غنوريكم هادو هما هادشي لاخر طري حتى ما نوريش اللانجري ما كاينلاش، بغيت نوريكم هادو، هاد لي ديباردور هادو كناخذهم في ليفتيزا البنات زوينين. هادو راه عندي تقريبا مده عام دابا، غير انا الغلط اللي كنت درت في الاول اللي شريت كنت شريت الاكس ال، ولكن الديفو ديالها جاتني كبيره خصوصا في السماطي ماشي في العرض، العرض ما عنديش مشكل، السماطي جاوني طوال. المهم هاد الخطره خديت ال وجربتها صراحه جاتني مزيانه، الثمن ديالهم 59 درهم، هذا الثمن البازيك ديالهم، فيهم البيض فيهم الكحل وفيهم هاد اللوينات هادو، ها مجرباهم كاملين صراحه زوينين. ما خديتش هاد الخطره كاع الكحل حيت انا الكحل كناخذو بزاف في هاد لي سوفيتمون هادو، هادو ننصحكم بهم كيبقاو كيما هما، راه قلت لكم دابا عندي مده عام بقاو كيما هما، غير الديفو ديالهم انا كنت شريتهم في الاول كبار. هنايا هادو السي واي كيكي، الا قلت لكم البنات غضحكوا عليا، لان عندي انا هاد المده عندي مشكل ديال المصران الكبير والصغير، عشي كرشي وار ما الا شفتوني غتقولوا واش حامله، عندي شي 7 شهور ولا 8 شهور لدرجه، وعندي حتى بو مزوي وبو مزوي هالكني. انا مشيت نيت عند الطبيب اللي قال، هو قال لي كتقولوا ليه نتوما الدوات العرب كيقولوا ليه بو مزوي، اولا القولوا العصبي وهالكني، عرفتي السراول ما بقيتش كنقدر نلبسهم مؤخرا، داكشي علاش خديت بزاف السراول ديال السيرفيت والتيشيرتات، ما كنلقاش لي غرون طاي. دابا انا ما عنديش المشكل الفوق، المشكل اللي كيكون عندي هو كنلقاهم مزيرين لتحت، خصوصا دابا ملي ورمات كاع الكرش صافي كملات الباهيه. هادو اللي غنوريكم هذا منهم التيشيرت هذا، والله الا خديته في الغيون ديال الرجال في ال سي واي كيكي، وهذا لقيتو برومو كان 100 درهم، هذا سامبل وكيجي هكا في هذيك الحليه. وحتى هذا البنات هذا حتى هو خديته في الغيون ديال الرجال، هذا صراحه تيجي زوين، هذا تيجي مبطن وكيجي في هذا الخط هكا في الجناب، هذا في ال سي واي كيكي ديال المعارف فين خديته، هذا لقيته برومو 219 درهم باش خديته. شوفوا لي على السطا ديما حاجه لي غرون طاي راه كتكون شويه زايده، هذا لا هذا خديته في الغيون ديال العيالات كيجي هكا طويل،
دابا هذا بحال قلتو درتو انا لبسه دابا هذا غنخليه يا اما بيت نسدو راه كيتسد عريض ماشي مشكل. انا غالبا كنفضل انني نخليهم مفتوحين داكشي علاش درت له التيشيرت بيض وفيه الكحل وهذا جاي الفوق هذا طويل واصلا هذا السروال دوك اللي كيجيو مقبوطين من التحت يعني جاي عريض كامل عريض وانا اصلا علاش درتهم على حسب العرض على حسب باش نبقى مرتاحه في اللبسه. هذا كي قلت لكم لقيته في جهه العيالات هذا حتى هو لقيته برومو ب 219 كان نورمالمون ب 329 باش كان هذا لقيته برومو حيت عندي مشكل في ديال لي سوزيت ما تلقاش لي غرون طاي. نكمل معكم السي ويكيكي نطلع عادي باش نبقى مرتاحه. خديت هذا البونطالون هذا ديال الخيط عرفتي كازا بارد الرباط بارد جي حتى الاكادير عرفتي ملي دخلنا اليوم قتلني الصهد سخون الحال بزاف. خديت هذا ديال الخيط دوك اللي كيجيو عراض من الفوق حتى لتحت اول مره غنلقى طيقتي كنلقى لي طيقتي ولكن هادو اللي زوين فيهم وانه كما كيبغيوش شي حاجه طويله حتى عند الركبه شي حاجه قصيره بزاف انا كيجيني شويه مزير في الفوق داكشي اش ما كناخذهم. هذا لا هذا جاي عريض والثمن ديالو هذا ما كانش فيه صولد 179 درهم حتى الثمن جاني صراحه مزيان. انا من بين الاسباب اللي كتخليني كنبدا كنهج هو داك القول العصبي عرفتي راه ماشي النهجه اللي داير ليا. وخديت عاوتاني هاد التريكو هذا كيجي مفتوح من الجناب باش سامبل هذا لقيتو برومو كان 249 لقيتو ب 159 درهم حتى هذا عريض هذا هو المونتاج ديالو اكبر طايفيه هذا حيت انا قليل فاش تلقى لي برومو في الحوايج. هذا ديال البنات هذا ديال بنتي الكبيره كيجي هكا بحال توب كوت وتقدروا ديروا تحت منهم ديبول اللي كيجيو لاصقين طويلين هذا تيجي عريض في اللبسه هذا راه طاي اس هذا حتى هو كان برومو ب 69 درهم. وهذا سروال عادي بونطالون جين ديال بنتي كيجي سكيني هذا حتى هو كان برومو 149 درهم. هادشي الصراحه اللي خدينا في السي واي كيكي وقيل تشوف ها هادشي اللي بان ليا هنا في السي واي كيكي اغلبيه لي زاشا درناهم في ليفتيز. هذا عاوتاني دائما في لي بونطالو ويلي هذا تيبان ليا صغير حكني هذا ديال بنتي هذا سيرفيت ديال بنتي كانت واحد لوفر زوينه السراول بوحدهم والفوق بوحدو كان هذا هذا وواحد اخر في الغوز الفاكتور ديالهم هاد فين هي هذا وسروال اخر في الغوز ديال السيرفيت شي 129 درهم نتوما بطنين من الداخل والفوق عاوتاني كيتباع بوحدو وكتقدروا تاخذوه بحال دابا هذا الفوق ديالو سامبل ولكن الغوز كان فيه هكا واحد زويبيقه الغوز كانت لابسه كاين في الصابون. دابا هذا الفوق جوج 159 درهم والسراول يا اما 128 ولا ما عرفت نفس الثمن واحد زوينين كتصدقي كطلع لك نيت بحال قلتي خديتي سيرفيت 159 واخده انت يا جوج بديك 300 وشي حاجه وزوين اللي عجبني فيهم انهم سخيخنين من الداخل. هادي خليها مع البيجامات تنوري عليكم هذا في ليفتيز هذا ديالي تيشورت هكا كنبغي هكا هاد التيشورتات هكا لي كرون طاي وما تلقاش هاد هكا هاد الستيل هكا مزوق بحال هكا تلوحي عليك شوميز من الفوق ولا تلوحي عليك شي حاجه شي قبيه هكا محلوله من الفوق شي حاجه كاجول كتجي مرتاحه في ويكاند ولا هكا في النهار. هذا خديته في ليفتيز 139 درهم ما تلاقيتش لي سولد البنات راكم عارفين ال سي واي كيكي هما راه تيكونوا فيها لي سولد على طول العام اما لي ماغازان الاخرين اش اي ام وزارا وليفتيز ما فيهمش نهائيا لي سولد. حاجه اخرى اللي خديت هو هذا السروال حتى هو ديال سيرفيت هذا خفيف الغوز هذا الثمن ديالو 109 درهم باش خديته اما تلقاش كي قلت لكم لي كرون طاي ما خليتكم قلبته صراحه هذا كنت بغيت ليه بحال هادي عرفتي كي كانت غتجي اللبسه كانت غتجي غزاله سمحوا لي طفات لي الرينغلاي شتو ها نتوما كانت غتجي غزاله ولكن للاسف هادي جاتني قصيره
صافي خدات بنتي فيها على الطي ام، هادو دايرين 129 درهم. وانا جاتني قصيره، راهي بان لكم جايه قصيره بزاف، وما يمكنش ندير ليها شي حاجه من التحت حيت هي مشديده. هادي قبيه ديال بنتي، هي كتبغيهم اوفر سايز، اما هي كتلبس الاكس اس اس، هي ضعيفه، ولكن هاد القبيات كتبيتهم مع اللي كاع مسكي كتبغيهم يجيو اوفر سايز. هادي دايره 259 درهم. اسمحوا لي، استغفر الله العظيم، حيت هادي الكوليكسيون ديال هاري بوتر، داكشي علاش دايره زايده في الثمن شويه، ولكن صراحه زوينه. وقبيات اللي عجبني فيهم هو انهم ديال هاد لا سيزون، هادي مبطنين واخا اكادير باقي الحال سخون، فين فين شي برد. هذا غير الشورت ديال بنتي تلاح هنايا، ونشوف واش كاين السيرفيسات هنايا. لا هذوك السيرفيسات اللي ما عقلتش على الثمن ديالهم. كاينه هاد القبيه، ها هادو ديال بيرشكا، هادو خداتهم بنتي في بيرشكا، زوينين بيرشكا حوايجها، هادوك ما نهضروش عليهم واخا صراحه معيقين في لي بري، ولكن زوينين يستاهلوا. شتو الكول كي كيجي كول شوميزي وقبيه هكا عادي. خدات هادي في البيض، الثمن ديالهم 399 درهم الوحده، هذاك هو الثمن ديالهم ولكن يستاهلوا. خدات فيها هذاك اللون، وخدات عاوتاني هذا اللون، هذا هانتوما حتى هو كول شوميزي هكا، وتا هي الثمن ديالها 399 درهم. عرفتي عندهم كوليكسيون زوينه في القبيات. صافي هادشي لي كاين حوايج. شنو هدا؟ هدا ديال هدا ليغانز، لا بات، هدا توب ديالو إلا شتو داير ستيل ديالو بحال ليغانز، وكيجي بات مفتوح من القدام. أنا هادو تيحمقوني، أنا هاد ستيل هدا بغيتو نيت ليا هكا. وبيني وبينكم انا وليت كارتاح في الباط، حسن حتى في اللبسه كيجي زوين، سورتو حنا لي غرون طاي. شفتو لبستو كي داير، وحتى الثمن ديالو كان مناسب، 129 درهم. الثوب ديالو زوين، ما كرهتش انا هذا كل لقيتو في الغرون طاي، هذا الستيل ديال السره وكارتاح فيهم هكا. واحد المغازان في البرنس في كازا خديت عندهم هادي، يمكن شي 150 درهم. شتوها هي ب 150 درهم، هادي تبقى محلوله، ندير لها بوتي لتحت. هادي قلت لكم غير في البرنس، كاين دوك اللي كيبيعوا هكا الحوايج. بقى لي صاشيه هنايا حيت تفكرتها بهذا. هانتوما السروال عاوتاني ديال ستوبيت، هذا في ليفتيز، هذا كبير وعريض، وكلهم خديتهم مجموعين من التحت حيت كيعجبوني مجموعين من التحت. كاين ستيل ديال دايرين بحال الباط، حتى هما زوينين. هذا خديته في ليفتيز 119، وهادي هادي ستيل قبيه كتجي حتى هي طويله، هادي خديتها في ليفتيز ولكن في الغيون ديال الرجال. هادي خديتها بشي 259 درهم باش خديتها، صراحه حتى هي زوينه، جايني مع شحال من حاجه، راه شحال من حاجه نسيتها حتى كنكتشفها معكم. هذا تيشيرت تا هو خديتو في الغيون ديال الرجال، هذا اللور، الحق انا اللور ما غاديش يبان، دونك ضروري نلوح عليا شي حاجه صافي. وهكا هذا بحال هكا شي سروال هكا عريض، ونلوح عليا شي قبيه. وخديت هذا التيشيرت تا هذا في الغيون ديال الرجال، حيت هو اللي لقيت العرض. هذا ب عطيتكم الثمن 139، هذا 119. هانتوما الشكل ديال كيجي سامبل في هاد الكتيبه هادي هنايا. صافي هادشي صافي، خدينا في الحوايج. هاد المشي والله ما كنا عوالين عليها، غير رجلي خرجت لي شي خدمه صافي مشينا. هذا علاش مينيسو ما خديتش فيها شي حاجه، خديت غير هاد لابغوس، هادي زوينه ما كتنتفش، وعجبني الشكل ديالها في الدوغي. الثمن ديالها كان يمكن شي 59 درهم. وخديت هاد الفترات هادو بنتي اللي خداتهم، ثلاثه بشي 29 درهم. وفي كازا في كيكو خديت هاد الغوجا ليفغ اللي كيكون ديو،
خديته بشي 189 درهم باش خديته في كيكو. اوه خديت انا هذا لا ريفيرونس 103 متاكد 103 صراحه هذا زوين واخا قليول ولكن كيستاهل الثمن. هذا خديته في كيكو قلت اللهم كيكو ولا ناخذو في لي بارفيومري حيت ما بقيتيش كتثقي خص غير الناس اللي كتثقي فيهم والاغلبيه ديال الناس اللي كنتقدا عندهم كنلقى ريبتور دو ستوك. ايوا صافي تويست انا نوريكم شنو خديت. اول بيجامه هي هادي شوفوا الاثمنه ما عقلتش عليهم المهم الاثمنه كاين 130 ارخص بيجامه 130 اغلى بيجامه 170 هادشي باش خديتهم. كاينه هادي هادي التوب ديالها الا بان لكم راه بحال الخيط هادي زوينه شوفوا فيها الجيب هكا في القدام باش يبان لكم كي جايه ولتحت السروال المقبوط هاد السروال راه تقدروني تخرجوا به هذا التحت ديالها الفوق ديالها كيجي في نفس اللون وكيجي سامبل وشوفوا سمحوا لي على الصداع الكميمات كيجيو غاكله او والتحت ديالها كتجي مقبوطه صراحه كتجي زوينه في اللبسه. هادي يمكن 170 ولا 160 في هاد الحدود ما عقلتش. بنتي خديت لها هادي حتى هي سروال بحال الخيط كتجي مقبوطه من التحت وهذا الفوق ديالها بالنسبه للصغار 90 درهم هادي عقلت على الثمن ديالها وخديت انا بحالها ما لقيتش طاي كبيره في الغوز هادي يمكن هادي 130 ولا 160 ما عقلتش كتجي مقبوطه من التحت هادي صراحه زوينه حتى هي والفوق ديالها هو هكا عرفتي رطيت بر شفتو من التحت كي كتجي مقبوطه عرفتي توبو مغزال رقيق ودافي حنا الغلاضات هاد التوب اللي كي اللي قلنا ما كيليقش لنا حنايا دوك البيجامات ديال البولير دوك السخان شي باش نجبدهم حدايا باش نشوفو. وخدي التاني هادي هادي فن هادي كتحمق شوفو كيحمقوني هادو ديال المكيات هادي هادي اش نقول لكم نقدر نقول لكم كود كور ديالي هي هادي وللاسف هاد لابيس الوحيده اللي لقيت فيها واصلا كرون طاي فيها هي اكس ال كتجي هكا بيضاء وفيها هاد ميكي هنايا والسروال ديالها كيجي في هاد اللون هذا ومقبوط من التحت هادي يمكن هي اللي خديت ب 170 درهم هانتوما هادي كتجي غزاله فنه في اللبسه شفتوها كي كتجي هادي هادي زوينه نتوما ديك بحال المبرة رقيقة وباردة. وآخر وحدة هادي خديتها أنا وبنتي بحال بحال بنتي الكبيرة هادي 130 هانتوما كتجي هكا تا هي خيط رقيق في هاد البيكالا بنتي ياك هبة خديتي نفس اللون معايا خديتي نفس اللون والسروال هادي معرفتش فين هاهو هي كانت لابسة داكشي اش مصورتهاش ليكم هاهو سروالها تا هادي كتجي زوينة هادي ديال الخيط هادي تا هي فنة في اللبسة ديالها 130 درهم هادي ايوا صافي جو بونس استبرديلات ما تلاقيت الصراحة شي حاجة مشينا لي زوتليت ديال اديداس وهذا ما لقيناش فيها حتى حاجة صافي صراحة ما خدينا والو في الصبابط ما خدينا لي بوطو داكشي لي بوطو هذا كلشي كاين عندنا ما خديناش كنت بغيت لي زيسبا سورتو انا بغيت في الكحل ما لقيتش داكشي اللي بغيت صافي ما بقيتش خديت والو ايوا هذا ما كان دوز دابا رطات الشوطيه هذه كل حاجه بلاصتها واللي ما بارطاجيتش معكم هي هاد المقيله هادي صراحه طرقناها في السطات في الطريق غير وقفنا في بيم ما مشيتش كاع لبيم في كازا غير وقفنا في بيم عرفتي بعدا واحد القضيه بيم في كازا مع كان نيت قريب لينا غير ما مشيتش ليه صافي قلت لي برودوي هذا اللي كانوا كيديوني لي ما كاينلاش لي زوفر ديال الجمعه قلت ما غاديش نلقاهم بويسكو دايرين المقالي وداكشي دونك سي سيغ ما نلقاهمش عرفتي الدنيا خاويه كنت كنتسنى نهار الجمعه نلقى الزحام والدنيا خاويه ملي مشيت للسطات غير دخلنا كي قلت لكم في السطات فاش ارتحينا
دزنا طرقنا بهم على اساس ناخذوا هكا لي شيبس وهذا باش الماء باش ندوزوا الطريق. وانا نلقى المقالي، لقيت المقالي والكوامل. صراحه الكوامل لقيت فيهم الديفوات في الغطيان مع الناس من تيقلبوا هرسوهم، كاينين تقريبا بقاو غير شي ربعه ديال الكوامل مهرسين الغطيان ديالهم من الجنب، وما عجبتنيش حتى الغطا حيت فيها بلاستيك كحل. المقالي عجبوني بالحق، خديت غير وحده 130 درهم، هادي هي تقيقله من ناحيه الثقل، ولكن خفت لي يديني يكونوا تيسخنوا داكشي اش ما زعمتش، خديت فيها غير وحده اللي كتجي زوينه 26 سنتيم 129 درهم، نقولوا 130 درهم. صافي هادشي اللي خديت، هادشي اللي مهم خديت، هادشي اللي بان ليا صراحه اللي تبارطاجا. طبيعه الحال حوايج راجلي هادوك راه ما تنبارطاجيهمش نهائيا. صافي هذا ما كان المهم، غادي ندوز قلت لكم نرد هاد الخير، هذا نرد كل حاجه بلاصتها. المهم انتوما معايا، نحيد هاد الجوطيه هادي. بيت البنات راه ديجا حولت حوايج البرد، طلعتهم نزلتهم علقتهم، حيت حوايج الخروج الاكثريه كنعلقهم، حوايج البرد درتهم من الفوق، حوايج الصيف درتهم من الفوق. عرفتي راه ما نعاودش لكم تقلب داك البلاكار، هي ديال بنتي الصغيره، اما الكبيره هي كتقاد البلاكار بوحده. الكبيره راه شرفات، راه 5 فاش كتقرا دابا، اما الصغيره عندي باقا في الرابع، مازال هذيك ماشي بحال الكبيره، ما طلقتش عليها الدرك. الكبيره تبارك الله راه ملي كانت في الرابع راه كانت كتولي الراس، اما الصغيره واخا هكاك غلباتني كي كنقولوا طلقت ليها. المهم ما عليناش، تقلبوا الحوايج لان هذا الجو هذا مني سخن الحال هذا، ولات كتجبد ليا الحوايج ديال الصيف من الفوق تقلبوا، ما بقيتي عرفتي البرد من الصيف. المهم غنطلع على هذيك الحريره واخا قديتها شويه قبل ما نسافر، ونرد نيت حوايج السفر. الصبينه راه رديتها، دورت الماكينه دابا على واحد الصبينه باش ان شاء الله نحيد عليا الصابون اللي جبت معايا دوك الحوايج اللي هذا. ايوا صافي المهم ها نتوما معايا، نكملوا غالبا الفيديو غنكملوا غدا ان شاء الله نهار الثاني. ايوا عرفتي البنات البارح زعما بين ندير فيها حدقه ونط، قلت راه رد دوك الحوايج نحيدهم عليا باش غدا ان شاء الله نصبح على حوايج اخرين. ايوا جيت بترد الحوايج وكنقول واه فيهم حوايج ديال لاشيم ما كاينين كاع، وتقدينا حتى في نيويورك فينا هما حوايجها ما كاينينش عاد. وانا نقول الراجل مشى تيقلب الطوموبيل لقاهم كانوا في عند الكوسان القدام فين كانوا جالسين البنات، نسيناهم. المهم نكمل معكم دابا. المهم الحويجات الاخرين حيدتهم رديتهم البارح، هادو خليتهم هنايا غير اللي هزات لي يدي غنبارطاجي معكم. كاينين الحوايج لي صولت، كاينين الحوايج لي خديناهم بلو بخي ديالهم. اول حاجه تيشورت بازيك هذا ديال بنتي الكبيره، هذا من نيويوركر، الثمن ديالو كان صراحه 89 درهم، كان ثمن مناسب جدا، ثمن زوين. خدات هذا بازيك ما فيه والو، وخدات هذا كيجي لارج في اللبسه ديالو. خدات هذا ديال جو بونس داك لانمي ولا ما عرفتش شنو سميتها، هو كتجي فيه اللعيبه هادي، الثمن ديالو حتى هو 89 درهم. هادو ما كانوش سولدي ولكن كان الثمن ديجا مناسب 89 درهم. نيويوركر خدات هاد لي شوميز هادو، هادو كيجيو بازيك، هادو ما كتطعيش راسك معاهم، كتجي كتلبسي كتلوحيهم مع سروال تين وهانتي لابسه ونايضه. خدات هاد اللوين هذا، خداتهم هادو تقريبا كاع لي شوميز عندهم 119 درهم الثمن ديالو. هاد الستيل هذا اللي وريتكم خدات فيه حتى الكحل والبيض، هيا في الكحل حتى هي نفس الثمن، واخا هكاك هنا كيبان بحال كاشف كيجيو هكا سامبل. هادو بازيك، هادو سوا بلي مونش ولا سون مونش، هادو ضروري يكونوا في البلاكار ديال البنيتات صراحه حيت يحتاجهم الانسان يحتاجهم. هيا هادي في البيض قلت لكم هادو ثمنهم 119، كيجيو هكا بحال لولا. هادو كيجيو شويه في اللبسه ديالهم كلاس، كتجي فيهم في اللور هاد لا بوند هادي لي ديجا كتجي بحال كل اوفيسي. هادو كيتعقدوا من اللور ومن الجنب، هيا كي دايره ما عرفتش واش وصلتكم الفكره، شتو كتجي هكا من لي مونش ديالها كتجي بحال هكا. هادو صراحة كيجيو هادو شوية في اللبسات ديالهم كلاس، هادو الثمن ديالهم كان 199 درهم. خدات فيها البيض ديجا لبستها
وخدات فيها هذا اللون والكحل. هادو صراحه ما كانوش بخومو حوايجها هي كاع تقريبا كلهم ما كانوش بخومو. حوايج خدا صراحه هما اللي لقيت فيهم بخومو. حاجه اخرى اللي خدات هي هاد القبيه هادي كتجي هكا بالكابيشون ديالها. هادي الثمن ديالها يمكن 199 درهم اللي باش خداتها. حتى هي من نيويوركر. وكاينه هاد لاغوب هادي غوب هادي على حسب البحر. هادي من اشيم كتجي هكا وكتجي من هنايا فيها هاد الافتحه هادي. هادي على حسب البحر شتو. هادي من الجنب فيها من الجنيبات وكتجي طويله حتى لعند الركبه. هادي الثمن ديالها هادي كانت بخومو. هادي الثمن ديالها شي 129 درهم باش خديتها ليها. هادي ديال بنتي الصغيره حتى هي اشيم. هادي كتجي سبور هذا القدام والنور كيجي هكا مشبك عند الظهر وكتجي حتى عند الركبه. هادي تجي مع لي ديسباس بينه. شوفوا راه ما عرفتش هاد الشيء قاصه هنايا كاع ما شفتو فيها ما عرفتوش من المكازون ولا في الطوموبيل. هادي عقلت على الثمن ديالها هادي 120 درهم باش خديناها. هادي كانت بخومو. هاد الشورت هذا حتى هو كيجي هكا بازيك. هذا شي 79 ولا مع 89 حتى هو بخومو. هنايا بالسيوات خديت لها فيهم هادو حتى هما ديال اشيم. خديت لها فيهم جوج البينات هادو بازيك كيجيو بحال هكا. عرفتو هادو رطيبين ديال الخيط هداك الرطب وكيجيو حتى لعند الركيبات بازيك. كي قلت لكم خديت لها فيهم هاد جوج الوان هادو كانوا شي 99 درهم باش كان. خديت لها هاد الشورت هذا اللي كيجي هكا مونطي طالع. هذا حتى هو كان شي ما عقلتش واش 149 129 شي حاجه. المهم 100 وشي حاجه ما وصلش 150. ما عرفت علاش اللون لان كاين الضبابه واخا هكاك ما تيخرجوش اللون كيما هما. وحاجه اللي خديت ليها هذا الكومبين هذا تيجي حتى هو فيه دوك الفتحات من الجناب من هنايا شفتو. وكيجي شورت هادو على حساب البحر. هذا كان هذا 129 درهم. واخر حاجه هو هاد الكومبين هذا عجبني بزاف. هذا التوب ديالو ديال الخيط وجاي هكا شارلي في اللبسه ديالو. غير هو نورمالمون لاج فيه 11 12 هاي ياك ولكن جايها طويل مجرجر. غير هو في اللبسه جا غزال. انتوما قداش غير رجل وحده قداش وجاي طويل. قلت لها ماشي مشكل ديه حتى الوقت اللي غادي تلع ماشي ان شاء الله والله في العمر. قلت لها وديك الساعه ان شاء الله نصبنوا لك هو الاول عاد لبسيه لان هذا التوب الخيط يقدر يكون يشرب. عاد لبسيه ولا جاك طويل نقصوا لك. ايوا صافي هادو ما كان. صراحه لقينا شي حويجه تهميزات. كي قلت لكم انا ما تلاقيتش مع لي صول هاد الاضاءه هادي اللي صبحه اليوم في شي شكل. ملي كنرجع للنور شوفوا كيبانوا عينيا كي بحال البوندا. ملي كنقرب كيبانوا نورمال ما عرفتش علاش. المهم ما عليناش حيت كاين شويه الضبابه هذا علاش. المهم ما عليناش. كانوا هادو هما لي زاشا البنات. كي قلت لكم ما تلاقيتش نورمالمون مع لي سولد اكثريه ما كانوش حيت دابا راكم عارفين هذا الوقت ماشي وقت لي سولد. حتى الاخر ديال هذا الشهر ان شاء الله داك البلاك فريداي هو اللي كيكون فيه كيبداو لي سولد من ديك الساعه الفان داني حتى هو خلاص. ايوا هذا ما كان. المهم هادو هما الحويجات اللي شريت بارطاجيتهم معكم باش اللي بغات شي حاجه تمشي تستافد لان هادشي كيف ما خديتو راه بارطاجيتو معكم. راه تلقاو لي زارتيك مازال ديسپونيبل. ايوا نمشي دابا ان شاء الله اليوم عوال على داك البيت ديال البنات غندردك عليه. بغيت نحيد البابي بان بغيت شحال من حاجه. المهم الا جاب الله كان الفيديو قصير راه نكمل معكم في هذا الفيديو. سينو الا جا طويل حتى الفيديو اخر ان شاء الله. وفعلا الفيديو جا طويل داكشي علاش. الفيديو ديال البيت النعاس ان شاء الله حتى الفيديو الجاي ونبارطاجي معكم طريقه كيفاش تحيدوا البابي بان بلا ما تكرفسوا الصباغه وتبقى لكم الصباغه جديده كما هي. هنايا غادي نقول لكم بسلام عليكم. تهلاو في راسكم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو الجاي. شكرا لكم بزاف على المتابعه وما تنسونيش باللي لايك وبالتعاليق ديالكم
واكيد هما اللي كيخلوني باش نزيد القدام ونبارطاجي معكم المزيد من الفيديوهات. وان شاء الله كاينين افكار جداد، كاينين فيديوهات جداد، لان متاكده انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. شكرا لكم بزاف.